إخوان الأخوات، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نتكلم على حجر الزمرد. الزمرد هو من الأحجار الكريمة، النادرة، وهو الوزن ديالو ثقيل شوية، عنده واحد الطبيعة يعني بلورية، يمتاز باللون الأخضر، وهو حجر شفاف يعني مزيان. يعني هذا الحجر هذا كل ما كان اللون ديالو يعني أغمق، كل ما كان الثمن ديالو يعني فيه يعني ثمن مزيان، وكل ما يعني كثرت عليه الضوء كون ما كيزاد كيبان اللون الاخضر الغامق. يعني هذا هو نوع ممتاز فيه، حيث هو فيه انواع يعني مزيان، فيه انواع مزيانه وفيه انواع يعني خفيفه. هو يعني كيحتوي على البرير وعلى الاملاح وعلى السيليكات، الالمنيوم والبريليوم. هذا الزمرد كيخرج من المناجم ومن الصخور الصلده. هذا الزمرد هذا فيه انواع، كاين الزمرد الذبابي اللي هو يمتاز باللون الجميل، وكيشبه يعني لون ديال ذبابة الربيع، لذلك سمي به الزمرد الذبابي، حيث كيشبه اللون ديال ذبابة الربيع. ويعني هناك الزمرد السقلي اللي كيشبه اللون ديالو أوراق نبات السلق، يعني السلقي، نبات السلق أو نبات السلك. هناك الزمرد الريحاني كيشبه اللون ديالو نوع يعني أوراق الريحان، غامق مثل يعني انواع الريحان. وهناك الزمرد الصابوني، فهو اشباه الزمرد، يعني ماشي هو يعني الزمرد الاصلي، فهو اشباه الزمرد، وهو يعني ارخصهم، ما عندوش قيمه بزاف، رخيص، ما سويش بزاف في السوق. ويعني كاين مواصفات ديال الزمرد الاصلي، هو كيقدر يكسر الضوء اذا تعرض، للضوء يعني كيعكس، يكسر الضوء يعني يكسره. ثم ان في توهج بطبيعته البراقه، في توهج بطبيعه البراقه ديالو. هذا الزمرد يعني الاصلي كاين فيه المغشوش الاصلي، ولكن يعني الزمرد كيخص يتفحص بطرق يعني حديثه، لان هناك ايضا طرق تزوير حديثه. كلما يعني زاد الشيء في يعني التطور، تطور معه الشيء الاخر، فالتزوير اصبح ذو حداثه، ليس تزوير يعني تصوير يعني بسيط، هناك تصوير قوي، لا بد من فحص قوي. هذا هو كل شيء عن الزمرد، والسلام عليكم.